مرحبا، أنا اسمي عمر سرطاوي وأنا فنان أطعمة. الموضوع اللي حابب أحكي فيه هو عنوانه رح يكون كيف كان دائما ينحكالي وأنا صغير إنه ما ألعب بالأكل، وقديش هاي المقولة طلعت غلط ومش بمحلها، وإذا أي إشي إحنا لازم نلعب بالأكل. مصطلح الفن لما تحكي فنان كثير ناس بتختلف عليه تعريفه، ولما تحكي فنان أطعمة الاختلاف بيكون أكتر شوي. أكترية الناس رح يكون فكرها واحد بيزوق بطريقة حلوة، واحد ممكن يرسم على قشر البطيخ مثلا، بينما أنا عم بحاول أقدم الفن الأطعمة بطريقة جديدة، اللي هو الأكل ما يكون هو المنتج النهائي، بل يكون الأكل عبارة عن وسط بقدر أعبر فيه عن أفكاري عن نفسي، إخراج جديد للأكل بطريقة ما كنا عملت من قبل، ألاقي محل يتقاطع فيه الأكل مع علوم أخرى زي الهندسة والتصميم والأزياء. هاي جزء من اللي عم أشتغل عليه. وليش بدي كتير مهم نغير الفكرة العامة دائما عن كتير شغلات احنا مرتاحين فيها زي الاكل، كيف ممكن نفرج الناس الاكل بطريقة جديدة. مهم نقدر نغير دائما تفكيرنا وتصورنا عن الامور، ويضل هذا الفكر والافكار عندنا ضل دائما تتطور وتتحدث. هاي الشغلة كتير مهمة، وما بلاقي احسن من تيدكس كبلاتفورم اقدر فيها اعبر عن الحكي هذا، اوصل للجمهور اللي دائما بيفتش على التطور، بيفتش على الشغلات اللي لها قيمة ومصداقية. وبتمنى